السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا إحنا عندنا السيرفر لازم يكون أيضا شغال في اللينكس. أنا راح أشغل السيرفر، مجرد هنا أكتب لا sudo apt lamp start للناس اللي تحب تأخذ معلومات عن الإكزام في اللينكس. أنا شرحتها بالتفصيل ممل في دروس في الدرس السابق، شرحت لك مجموعة دروس في القناة ممكن تستفاد من عندها تعرف كيف يشتغل اللامب والإكزام في الويندوز أو كان أو في اللينكس أو الماك. طيب يكون عندنا كل شيء مشتغل، أباتشي، ماي اس كيو ال، البرو، اف تي بي. في ناس ممكن تظهر عندها مشكله لما يعني يقول لك انه الماي اس كيو ال لا يمكن تشغيلها. انتبه، اذا لا يمكن تشغيلها معناته انت عندك ماي اس كيو ال سيرفر منصب وشغال. سيستم سي تي ال ستوب ماي اس كيو ال دي. في بعض الناس بتشتكي انه تقول في عندي مشكله انه لا يعمل لدي ماي اس كيو ال. ليش؟ لان انت قمت بتنصيب الماي اس كيو ال من موقع ماي اس كيو ال، فلازم توقفها بعدين تشغل الماي اس كيو ال. فنقدر نقول هنا انتر راح يوقفها. اضف الى ذلك ممكن انه انت تعمل اذا كانت هي شغاله اصلا، على سبيل المثال ممكن تستخدم ايضا كوماند اخر ريستارت راح يوقفها. لاحظ يوقف الاباتشي، يوقف الماي اس كيو ال، وراح يقوم باعاده تشغيلها من جديد ك ريفرش. طيب الملفات احنا نعرف انه هي موجوده في مسار ال اتش دي دوكس روت او بي تي لامب HD Docs. راح تلقى انه هذا المكان اللي راح يكون يبحث عليها الاباتشي. لو جينا هنا عملنا على سبيل المثال local host، لاحظ انه اشتغل عندنا الاباتشي بدون اي مشاكل. طبعا هذا راح يحمل من هذا المسار. في اللينكس وليس الويندوز، في اللينكس والماك قد يحتاج من عندك permission. سهل جدا، انا مجرد اخذ مسار ال HD Docs copy واجي هنا انا اعمل chmod 777 واجي اعمل هنا رايت كليك بيست واعمل انتر. لاحظ بيرميشن ديناي، لو اكتب هنا السودو علامتين تعجب الان سمح بها. ليش؟ حتى يسمح لي لما اعمل رايت كليك كرييت نيو فولدر واسميها مثلا pdo على سبيل المثال. تمام، الان راح يكون ملفات المشروع كلها موجوده هنا. جميل جدا. اذا انا ارجع للمشروع، ارفع التيرمينال، ارجع للمشروع، اجي على الفايل، افتح فولدر، في الفولدر اذهب ل اتش دي دوكس بي دي او واقول له اوكي انفتح عندي. احتاج ايضا اذهب لليو اي كيت. في اليو اي كيت راح احتاج، لان انا راح اصمم الواجهه على اساس اليو اي كيت. تمام، اذهب للجيت ستارت. كل اللي احتاج اعمل داونلود لليو اي كيت. لاحظ ظهر لي هنا أنا. اوكي، اجي على المكان، تمام، هذا كوبي اخذه وين مكان الملفات المشروع اللي هي موجوده في البي دي او بيست 1. طيب افتحها هنا أنا. اكستراكت، تمام، هذا لا نحتاجه. ديليت للزيب فايل، اغلق هذا، افتحها. لاحظ CSS.js file، جميل. اجي اعمل هنا رايت كليك رينيم، اسميها مثلا static مثلا، ملفات الستاتيك راح تكون في داخلها. اضف الى ذلك نحتاج الى ايقونات، نعمل اذا فونت awesome هذا لو يسمح نعمل ايقونات في التطبيق. نعمل داونلود. طيب ننزل للأسفل، لاحظ close this one. okay يمكن download. okay في الداونلود نقول له no thanks just download font awesome النسخة الرابعة. نقول له okay. نرجع هنا نفتحها، نأخذ من عندها نسخة، نقول له close، ونرجع للملف مشروع، نفتح الستاتيك أو خليها okay في الستاتيك. نرجع هنا نعمل له paste، نجي هذا نقول له open new window، او مثلا ممكن افتحها عادي جدا، ممكن اعمل من هنا كوبي، اجي اعمل هنا بيست اوكي، او افتح افك الضغط عنه. طيب هذا ايضا ديليت لا نحتاجك. هذا فونت اوسم فيها مجموعه اشياء. طيب انا ممكن احول هذا الى رينيم فونتس، تمام، وفيها سي اس اس اللي انا راح احتاجه. جميل جدا، اذا السي اس اس فونتس جي اس كلها حاضر.
Font Awesome UI Kit, وهنا أقدر أذهب لل Documentation حتى أستخدمه. طيب هنا في الدوكيومنتيشن ما هي الأشياء اللي نعملها؟ أو خلونا نبدأ بالداتابيز أول شيء. hide close. نجي على الداتابيز. تمام. لاحظ هنا MyPHP admin. هذا هو الماي بي اتش بي ادمن. ممكن هنا انا اعمل لي داتابيز معينه، مثلا سبيل المثال نسمي هذا الداتابيز بالبي دي او ونقول لك كرييت، عمل لنا داتابيز اسمه بي دي او. ناي اس كيو ال ممكن تعمل بها تيبل والى اخره من امور، هذا شرحناها في دوره ماي اس كيو ال فلا حاجه لشرحها من جديد. هذا خلينا نصغرها شوي هالشكل. تمام. نجي على البريفليجز. في البريفليجز الاحظ هنا الروت لوكال هوست والى اخره، ممكن اضيف يوزر جديد، ينصح باضافه يوزر جديد، لا تعتمد على الروت. تمام، لانه الروت يتحكم بالكل، حاول تعمل لك يوزر جديد. هذا اليوزر يتحكم باللوكال هوست لانه احنا راح نربطه باللوكال هوست. ايضا نحتاج الى باسورد، هذا الباسورد راح اكتب عليه محمد، اكيد هو ويك، اكستريملي ويك محمد، لكن هذا فقط لاغراض الدوره. كريت داتابيز بنفس الاسم، لا. Granted all privileges with wildcard username. Okay, grant. Check all. Go. خلينا نعمل save. Databases. ممكن أذهب. Okay. All privileges. تمام. إذا جيت على ال ليس replication. Replication موضوع متقدم. هنجي على ال PDO. في ال PDO نذهب لل privileges. في ال privileges لاحظ عندنا محمد local host. Host عفوا type شو هذا specific database. اوكي هذا هو الثاني واحد. اوكي نجي على ال اوكي هو مسؤول على database PDO. اوكي تمام، كل اهم شيء هذا التشيك موجود. تمام، هذا التشيك لازم يكون بهذا اللون الغامق. تمام، حتى يختار كلها نضغط على go. اوكي لاحظ updated. تمام، الان صار عندنا يوزر نيم، صار عندنا باسورد، وصار عندنا داتابيز اسمه PDO. ما هو التالي؟ التالي مفروض انه احنا نعمل كلاس، هذا الكلاس وظيفته انه يعمل كونكت مع هذا الداتابيز وينجح هذا الكونكشن. خلونا نوقف هنا، نكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامه.